نشرت منظمة أنا يقظ المهتمة بالتحقيقات حول الفساد في مؤسسات الدولة التونسية بيانا قالت فيه إنها تمكنت من الحصول على التقارير المالية لحركة النهضة لسنوات 2011 و12 و13 و14. وكشفت المنظمة أن هذه التقارير شهدت ارتفاعا في مكافأة رئيس الحزب راشد الغنوشي، حيث تطورت هذه المكافأة السنوية من 12,000 دينار إلى 42,000 خلال 3 سنوات. يذكر أن صحيفة تونسية كانت قد نشرت في وقت سابق تحقيقا كشفت عن أن ثروة الغنوشي تصل إلى 1 مليار دولار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس النائب في البرلمان التونسي سابقا عبد العزيز القطي. أستاذ عبد العزيز، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. يبدو أن راشد الغنوشي بات أحد الأثرياء الجدد في تونس حسب هذه التقارير التي نسمعها. كيف راكم الرجل الثروة وما هي الجهات التي تمنحه ذلك؟ شكرا على الاستضافة. موضوع التمويلات أولا وموضوع ثروة السيد راشد الغنوشي هي باب يجب فتحه، وهناك العديد والكثير من الجدل حول الأموال التي تكسبها حركة النهضة خاصة بعد 2011، وموضوع التمويلات التي تتدفق من كل حدب وصوب منذ ذلك الحين ما بعد الثورة وإلى اليوم. وأظن أن التقرير الأخير الذي كشفت عنه منظمة أنا يقظ هو قطرة في بحر كامل من ملف وجب الحديث عليه ووجب فتحه، باعتبار أن حركة النهضة اليوم هي محل مساءلة، هي محل اتهام، وهي كذلك محل شكوك العديد من الأطراف في العديد من الملفات، ملف التمويل بطبيعة الحال، ملف الاغتيالات، ملف الجهاز السري، والعديد من الملفات الأخرى والتي هي تتطلب أموالا كبيرة وكبيرة جدا. هذا بالإضافة لما لاحظه الشعب التونسي من ثراء فاحش للعديد من القيادات وعلى رأسها راشد الغنوشي. طيب، باعتبار أن هؤلاء القيادات كانوا مهجرين في الخارج ولم يكن لهم أي عمل هناك، وعليه فإن اليوم الشعب التونسي له العديد من التساؤلات ونقاط الاستفهام، خاصة لما نلاحظه من أموال ومن مظاهر من البذخ سواء على القيادات أو على ما تقوم به حركة النهضة، سواء في أنشطتها، في تعبئتها للمظاهرات وللتظاهرات. طيب، وكذلك خلال الانتخابات والحملات الانتخابية وتوزيعها للأموال وشرائها لذمم الناخبين. أستاذ عبد العزيز، مصادر تتحدث على أن الغنوشي كون ثروته بفضل بيع أو تجارة جوازات السفر وأيضا الوساطة فيما يخص تجارة الأسلحة التي تذهب إلى ليبيا. ما مدى دقة كل هذه المصادر برأيك؟ سيدي الكريم، هناك العديد من الشكوك، وهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تشتغل على هذا الملف منذ استشهاد الشهيدين تأكدت في العديد من مراحل عملها والتحقيقات التي تقوم بها على أن هناك شبهات حول حركة النهضة فيما يخص تسفير الشباب إلى سوريا، وكذلك إلى عمليات لربما حولها العديد من نقاط الاستفهام فيما يخص علاقاتنا بالأجوار وخاصة ليبيا. كل هذه نقاط الاستفهام وعلاقتها بتركيا، علاقتها بدولة قطر والجمعيات الخيرية والتي هي تمتلكها وتسيطر عليها وهي بالآلاف في تونس، وهنا ذا الملف هو ملف شائك جدا وعلى رأسهم جمعية قطر الخيرية، والدليل على ذلك مؤخرا الاتفاقية المشبوهة والتي تصدى لها الدستور الحر بكتلته وعلى رأسهم السيدة رئيسة الحزب السيدة عبير موسي في التصدي لهذه العملية وعملية تمرير هذه الاتفاقية، والتي هي محل طعن الآن أمام الهيئات الدستورية وكذلك مطالبة الشعب التونسي السيد رئيس الجمهورية بعدم الإمضاء عليها. طيب، مثل هذه الاتفاقيات هي مجالات لتمويل حركة النهضة بعد ضيق الخناق عليها
خاصة في الفترة الأخيرة وشح التمويلات، ولكن منذ 2011 إلى اليوم حركة النهضة لها العديد من الموارد، وهذه الموارد أستاذ عبد العزيز من خلال منحات المشبوهة أخرى هي موجودة الآن نعم. أمام القضاء أغلب نعم. المعارك السابقة استطاع الغنوشي أن يفلت من الشعرة زي من الشعرة زي العج مثل الشعرة من العجين. يعني هل هذه المرة ممكن يفلت نعم. الرجل أم أنه هيئة الفساد قد فعلا تفضح المستور؟ هناك هيئة الفساد أولا، ولو أن هيئة الفساد إلى حد الآن لم تقم بما يطلبه الشعب التونسي من تحقيقات ومن مسك لهذا الملف بجدية، هناك كذلك مسألة القضائية، ونحن اليوم نشاهد لربما نوعا ما من تحرر القضاء والذهاب نحو الاستقلالية بعدما حصل مؤخرا في مجلس القضاء العدلي من عملية عزل أو إيقاف عمل أحد الأذرع التي كانت تساعد حركة النهضة حسب التقارير التفقدية العامة لوزارة العدل. كل هذه الملفات هي بصدد الفتح الآن. حركة النهضة كان لها لربما غطاء من خلال السيد الباجي قائد السبسي رحمه الله لما كان رئيسا للجمهورية ونداء تونس في فترة معينة من خلال ما يسمى بالتوافق المشبوه الذي مكن حركة النهضة من 4 سنوات حتى تزيد من التمكن والتمكين في مفاصل الدولة والتغطية على العديد من ملفاتها. ولكن اليوم بعد رفض رئيس الجمهورية الحالي السيد قيس سعيد بمبدأ التوافق ورفض كذلك التعاون والتعامل مع حركة النهضة بالإضافة إلى المعارضة الشرسة الوطنية داخل البرلمان التي تقودها السيدة عبير موسي تم فتح العديد من الملفات وكشف العديد من التجاوزات التي كانت تقوم بها حركة النهضة، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به هيئة الدفاع للشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي. وربما في الأيام القادمة سيكون هناك العديد من الملفات الأخرى. سابقا كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك ومعذرة على ضيق الوقت. شكرا لك.